يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kenapa para ulama menyebut bulan Ramadan sebagai syahrul Quran? Adalah karena Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar. Nah, Rasulullah salat berjamaah dengan mereka sampai tengah malam, sahabat-sahabat belum puas. Surat Al-Baqarah hanya untuk 8 rakaat. Hanya untuk 8 rakaat. Begitu saudara sekalian, mereka berlomba-lomba dalam bulan Ramadan. Alamatun nasb laha kun muhsiya al-fatha wal-alif wal-kasra wa ya wa hadfanun falladhi al-fathu bihi alamatun ya dannuha linasbihi مكسر الدموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سلم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرفا وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف إن السكون يا ذوي الأذهان والحث للجزم علامتان فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى واجزم بحث ما اتسع تلالا آخره والخمسة الأفعالا وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع تلا فالماضي مفتوح الأخير أبدا والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت بدره وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جاز ونصب بأن ولن إذا وكي ولن كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو سقط الغفاء وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم لا ولا بالأمر والدعاء ثم لا بالنهي والدعاء نلت الأملا وإن وما ومن وأنا مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا بالشعر لا في النثر فدر مأخذا الفاعل ارفع وهو ما قد أسندا إليه فعل قبله قد وجدا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت يعفرا
إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه فأول الفعل ظلما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت المبتدى اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى والخبر الجزء الذي قد أسندا إليه وارتفاعه الزم أبدا ومفردا يأتي وغير مفرد فأول النحو سعيد مهتدي والثاني قل أربعة المجهور نحو العقوبة لمن يدور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكما له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن تقول إن مالك العالم ومثله ليت الحبيب قادم أكد بإن أن شبه بك أن لكن يا صاحب الاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل انصب بأفعال القلوب مبتدا وقبرا وهي ظننت وجدا رأى حسبت وجعلت زعما كذاك قلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وقنت عمرا حاذقا النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العلم وذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف كفهم مثال واتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابني عمنا إنعام وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يسامع الواو والف ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأن فجه التنل كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد وقول عامر وخالد سدد ومن يتب ويستقم يلقى الرشد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض تعرفي كذاك في التعريف فقف الأثرى وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول ومر ذا بالقوم أجمعينا فاحفظ مثالا حسنا مبينا إذا اسم نبدل من اسم ينحل
إعرابه والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب.